نرجع. اللي هو الايه بتاع اسمه ايه ده المقارنه لما كانت له كذا قيمه ورا بعض وقلنا بعد كده ايه هنبدا نقارن ما بينهم اوريدي ايه ازاي. تمام. طب انا دلوقتي شغال اهو تمام كده. انا دلوقتي عايز عندي مثلا مجموعه زي ما كنا كاتبين من شويه جيت هنا مثلا كده وعايز اعمل ايه؟ وعايز اعمل انسيرت لخليه مثلا مكان الخليه اللي انا واقف عليها دي مثلا. عايز اعمل انسيرت الخليه مكان الخليه اللي انا واقف عليها. عندي حالتين. الحاله الاولانيه ان انا يا اما هنزل الخليه اللي مكتوب فيها شهر ماي دي هبدا انزلها تحت واحط خليه مكانها، يا اما همسك الخليه دي احركها يمين واحط الخليه دي مكانها. طب انا هعمل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده ازاي؟ يعني هعمل الطريقه دي او الطريقه اللي انا هعمل بيها الجزئيه دي ازاي؟ او الطريقه اللي انا هعمل بيها انسيرت للخليه بتاعتي دي ازاي؟ مجرد ما انا ادوس على انسيرت واقول له انسيرت سيل، عايز اعمل انسيرت لخليه اهو، شيفت سيل رايت معناها ان الماي دي هتبدا تتحرك ناحيه اليمين، وبالتالي 33 هتبدا تتحرك برده ناحيه اليمين خطوه. بصوا اهو شيفت سيل رايت تمام كده، الخليتين اتحركوا ناحيه اليمين وفي خليه مكانهم ايه؟ في خليه مكانهم اوريدي اتحطت. تمام كده؟ تمام. طب في طريقه الثانيه اللي هي شيفت سيل داون. لو انا عايز احط حاجه ما بين الشهرين اللي موجودين دول، عايز احط حاجه ما بينهم، ببدا ايه؟ ببدا احط، ببدا اعمل شيفت سيل داون، ببدا انزل الشهر لتحت او شهر ماي ونزل لتحت، بحيث ان انا ايه؟ ضفت خليه في النص. تمام. طب ده انسيرت انسيرت سيل. عندي في انسيرت شيت رو وانسيرت شيت كولم. انسيرت شيت رو دي معناها ايه؟ معناها ان انا هبدا اعمل صف، انسيرت لي صف اهو بالشكل ده تمام كده، في المكان اللي انا واقف فيه ده اللي هو رقم 6 انا هعمل انسيرت لصف فاضي بقى عندي صف رقم 6 فاضي، ودول كلهم صف رقم 6 اساسا نزل لتحت بقى رقم ايه؟ بقى رقم 7 بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام. طب بالنسبه لانسيرت شيت كولم صف رقم بي، هبدا اعمل مكانه واحد فاضي ها، وابدا ايه؟ ابدا احرك رقم بي بالشكل ده. وصلت؟ ده بالنسبه لانسيرت شيت كولم وانسيرت شيت رو. نفس الفكره، نفس الفكره برضو انسيرت شيت. شايفين علامه الزائد دي؟ احنا قلنا لو ما بدوس عليها ببدا اعمل بيها شيت جديد، صح كده؟ تمام. انا ممكن بدل ما اعمل كده ممكن من انسيرت هنا اقول له انسيرت شيت، هيبدا يعمل لي برضو ايه؟ شيت جديد زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده. تمام كده؟ تمام. عندي بعد كده الديليت. لو انا عايز اعمل ديليت لخليه مثلا، او الخليه اللي انا واقف عليها بتاعت ابريل دي انا عايز ابدا اعمل لها ديليت، هقول له ديليت سيل، هيقول لي شيفت سيل ليفت وشيفت سيل اب. سؤال بقى هنا لذيذ شويه كده عايزين نفكر فيه. انا دلوقتي هنا لما جيت عملت ديليت سيل قال لي شيفت سيل ليفت وشيفت سيل اب، صح كده؟ يعني يا اما الخليه دي اللي هتيجي مكان، يعني الخليه رقم 22 دي هي اللي هتتحرك مكان الخليه بتاعتي دي لما الخليه دي تتشال، يا اما الخليه اللي تحتيها بتاعت مي دي هي اللي هتيجي ايه؟ مكانها. تمام؟ تمام. لما جيت عملت انسيرت هلاقيها العكس خالص. اهو شيفت سيل رايت الاول كانت شيفت سيل ليفت، ودي شيفت سيل داون الاول كانت شيفت سيل اب. طب ايه الفكره؟ ان الرقم كان على يمينها يعني العشمالة فاضية؟ لا مش على يمينها فاضية ولا العشمالة فاضية، هي الفكرة كلها في اتجاه الشيت بتاعي. يعني يعني أنا بص ماشي عندي كده إيه الرو الكولم ماشي عندي A B C D وهكذا، صح كده؟ تمام. فأنا مجرد إن أنا أشيل الخلية دي كأني عندي مجموعة كده محطوطين جنب بعض، أنا شلت مثلا واحد منهم فهي اللي بعديه هو اللي هيجي مكانه، هياخد الرقم بتاعه. ها؟ فعندي هيبقى شيفت سيل ليفت، عمر ما اللي قبليه هو اللي هياخد مكانه، هيعمل فراغ برضه لو اللي قبليه خد مكانه. تمام كده؟ لو اللي قبليه خد مكانه هيعمل فراغ، لحد اول في الاول خالص هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي
في فراغ في اول الجدول ده، ما ينفعش يبقى في فراغ في اول الجدول، فلازم شيفت سيل ايه، شيفت سيل ليفت ده في الديليت. طب لما بالنسبه للانسرت، لما اجي اعمل انسرت انا عندي اهو مثلا اكني عندي اربع خلايا، انا هعمل خليه في وسطيهم، فهاجي احط الخليه دي كده ها، فالعمود اللي هو كان مكان الخليه بتاعتي هو اللي هيجي ناحيه ايه، هو اللي هيجي ناحيه اليمين، واللي قبليه كله هيبقى ثابت. يعني انا الناحيه اللي عندي ناحيه البدايه عندي بتبقى ثابته، انا بزود او بنقص من الايه، من اللي بعديها مش اللي قبليها. تمام كده اهي نفس الطريقه، ديليت سيل اقول لو قلت له شيفت سيل ليفت ال22 هتيجي مكان الايه، هتيجي مكان قبل. نفس الفكره لو قلت له شيفت سيل اب ناي هو اللي جه مكان ايه، مكان الاب. تمام كده ده بالنسبه ايه، ده بالنسبه دي الجزء بتاع الانسرت والديليت. طبعا عندي الديليت شيت رو والديليت شيت كولوم، يا اما همسح العمود يا اما همسح الصف، او ممكن اقول له ديليت شيت خالص هبدا امسح ايه الشيت بتاعي من اساسه. تمام كده تمام. بعد كده هلاقي ايه الجزء بتاع الفورمات اللي موجود عندي. الجزء بتاع الفورمات ده هلاقي فيه ايه، الجزء بتاع الفورمات ده هلاقي فيه عندي الرو هايت والكولوم ويدث، الرو هايت والكولوم ويدث. طب ما انا عندي الرو هايت والكولوم ويدث انا هبدا اتحكم فيهم من هنا اهو، لو انا هبدا اتحكم فيهم مانيوال هنا، بس انا لا عشان اعمل تقرير مظبوط او جدول الشكل بتاعه مظبوط لازم تبقى ايه، لازم يبقى الويدث بتاعي يبقى متساوي بتاع الكولوم، الويدث بتاع الكولوم والرو والهايت بتاع الرو بالنسبه لي يبقى متساوي، اللي هو الارتفاع والطول والعرض بتاع الخليه بتاعي يبقى متساوي، صح كده؟ فهبدا اعمل ايه؟ هبدا اقف مثلا على الخليه دي واجي هنا اقول له بالنسبه للرو هايت مثلا عايزه يبقى 20 مثلا بالشكل ده. بدات كبرت الرو هايت سنه. هبدا افتح لكم الماجنيفاير. من فورمات هنا اقول له الرو هايت، الرو هايت خليه 50 بحيث ان هو يبان عندي. الرو هايت غيرت الارتفاع بتاعه. لا ده الصف كله، هو بيجيب الصف كله مع بعض. انا ما ينفعش اعمل ريسايز لخليه واحده. الريسايز بيتعمل للايه؟ للصف بتاعي كامل. تمام كده؟ اهو. عندي هنا برضو فورمات الكولوم ويدث من 10 و14 تمام، انا هخليه 15 مثلا. اقول له اوكي. بدات ايه؟ كبرته بالشكل اللي احنا شايفينه، عرفت خلاص انا كده الطول ده بالنسبه لي 50 وده بالنسبه لي ايه؟ وده بالنسبه لي 15، انا كده خلاص عرفت. لما اجي عايز خليه تبقى زيها بالظبط هاجي هنا نفس القصه. هاجي في الرو هايت اقول له انا عايزه 50 وفي الكولوم ويدث عايزه كام؟ عايزه 15 بالشكل ده. الخليتين بقوا ايه؟ بقوا قد بعض بالظبط زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده. تمام كده؟ تمام. ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه دي الرو هايت والكولوم ويدث. عندي في هنا لو لاحظنا كده هلاقي في عندي حاجه اسمها اوتو فيت رو هايت واوتو فيت كولوم ويدث. طب دول معناهم ايه؟ معناهم ان هو بيعمل اوتو فيت للخليه على حجم الداتا اللي انت مدخله جواها. ازاي؟ لو انا جيت كتبت هنا مثلا ايه؟ رقم بالشكل ده. وقفت على الخليه هنا وجيت في الفورمات وقلت له اوتو فيت رو هايت. عمل ايه؟ حط خلى الهايت على قد الكلمه بالظبط، تمام. جيت قلت له اوتو فيت كولوم ويدث. خلى الويدث على قد الايه؟ على قد الداتا اللي انا مدخلها بتاعتي ايه؟ اوريدي جوه الخليه. تمام كده؟ تمام. ده بالنسبه لي الجزئيه بتاعت الاوتو فيت. عندي بعد كده الهايت والان هايت. الهايد والان هايد ده اللي هو ايه؟ اللي هو لو انا عايز ابدا اخفي جزئيه معينه من الجدول بتاعي، يعني ايه اخفيها؟ تعالوا نبص مع بعض كده. انا هعمل سيلكت على العمودين دول كده واجي في الفورمات هايد هقول له ايه؟ هايد كولومز ايه بي وبعد كده ايه على طول. تمام كده؟ ده معناه ايه؟ السي والدي بالنسبه لي مختفيين، طب لو انا عايز ابدا اظهرهم هبدا اظهرهم بطريقه بسيطه جدا. شايفين شكل الماوس بقى عامل عندي ازاي؟ لما انا بقف هنا بيبقى عامل ازاي؟ ولما اقف هنا بيبقى عامل ازاي؟ اكنه مقسوم كده، اكن فيه فاصل في النص. لو انا جيت دوست هنا دبل كليك السي والدي هيبداوا يظهروا عندي زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده. وممكن ابدا برضه اظهرهم هتلاقوا هنا
unhide rows unhide columns. لو انا عايز ابدا ايه، لو انا خافي rows او خافي columns ببدا ايه، ببدا اظهرهم من هنا. تمام كده، تمام. عندي بعد كده اللي هو الجزء بتاع الاورجنايز شيتس اللي هو رينيم شيت وموف اور كوبي شيت والتاب كولر، دول اختصاراتهم موجوده عندي هنا. يعني انا جيت هنا بص دبل كليك كده خلاص انا هعمل رينيم للشيت بتاعي. تمام كده، جيت بص عليه رايت كليك ممكن اغير التاب كولر بتاعه اللون بتاعه. عايز اللون بتاعه يبقى اللون الاسود مثلا بالشكل ده، عايز اهو كده تاب كولر، عايز اللون بتاعها يبقى اللون جرين اخضر بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا اللي ببدا اتحكم فين؟ انا اللي ببدا اتحكم في الجزئيه بتاعه الكالر. تمام. وبالنسبه للموف كوبي لو انا عايز ابدا انقله او احركه، انا لو دوست عليه كده وحركته تمام ممكن ابدا ايه، ممكن ابدا انقله مانيوال بطريقه اسهل زي ما احنا ايه شايفين كده. تمام. عندي بعد كده الجزء بتاع الفورمات سيل، الاوبشنز اللي احنا خدناها قبل كده كلها هلاقيها بتختصر في القايمه دي بتاعت الفورمات سيل. لو جينا كده بصينا هلاقي عندي الجزء بتاع النمبر ده هو هو الجزء بتاع النمبر ده. يعني لما كنت بفتح هنا كنت بلاقي الجنرال والنمبر والكرنسي والديت والتايم والريفرنس والتكست، الحاجات دي كلها ايه كانت موجوده. من هنا بقى ممكن ابدا، يعني انا لو جيت هنا مثلا في الكرنسي في العمله، مش شويه العملات اللي كانوا موجودين عندي هنا بس، لا ده انا عندي هنا بقى عملات كتيره جدا. اي عمله في العالم عايز استخدمها ببدا ايه، ببدا اعمل عنها سيرش هنا، مجرد ان انا ابدا ادوس عليها خلاص انا هبدا استخدم ايه، خلاص انا هبدا اوريدي استخدم العمله دي. وكمان ببدا اقول له ايه الديسمال بليس اللي هي بتقرب لكم، لاقرب جزء من كام، الرقم العشري، رقمين عشريين، ثلاث ارقام عشريين، اربع ارقام عشريين. بصوا كده هتلاقوا ده بيتغير اهو. تمام كده، ده زي ما انا ايه على حسب اللي انا اوريدي ايه محتاجه او اللي انا عايزه. نفس الفكره برضو في الديت. تمام كده، ببدا اول حاجه احدد له اللوكيشن او المكان اللي انا فيه. مثلا هبدا هنا اقول له مثلا ايه عربي، عربي ايجيبت مثلا بالشكل ده. تمام اهو، هقول له التاريخ بتاعي انا عايزه يبقى بالشكل ده، عايزه يبقى بالشكل ده. ده في مصر هنا في تاريخ هجري وتاريخ ميلادي صح؟ ده انا ممكن كمان اخليه تاريخ هجري. واقول له اوكي. فين بقى الخلايا اللي انا واقف عليها؟ بص كده انا لو جيت كتبت النهارده كام؟ النهارده 7، النهارده 8؟ النهارده 8. عندي ايه؟ اهو 14/12/1441. انا كتبت له التاريخ الميلادي هو طلع لي التاريخ الهجري الموافق ليه. تمام كده؟ ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه للجزئيه بتاعت الفورمات في الجزء بتاع الديت. الفورمات سيل الجزء بتاع الديت عندي. نفس الفكره التايم، لو انا عايز ابدا اظهر التايم مثلا بتاعي دقائق وثواني بس، عايزه يبقى بالعربي، عايز الكلام بتاعي يعني يبقى عربي، عايزه يبقى انجلش زي ما انا ايه عايز، الارقام بتاعتي عايزها عربي او انجلش زي ما انا ايه زي ما انا اوريدي عايز. نيجي للجزء بتاع الالاينمنت ده، ده هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه بالنسبه للهوريزونتال عايز اللي هو الجزء بتاع الالاين الموجود عندي هنا، ليفت رايت سنتر، عندي هنا التوب او السنتر او البوتوم. تمام كده، عندي هنا الجزئيه بتاعت الزاوية بتاعت الكتابة. مش احنا من هنا من خلال الاوبشن ده خلينا الكلام بتاعي يا اما مايل كده يا اما خليناه واقف زي ما احنا عايزين. لا ده هنا انا ممكن احدد الزاوية بالظبط، اقول له مثلا عايزه مايل بزاوية 20 مثلا او 30 بالشكل ده. تمام، او ممكن اكتب الزاوية بتاعتي هنا 50 مثلا. تمام كده، تمام. طبعا لو عايز استخدم الراب تكست او الميرج سيل ببدا برضو ايه استخدمهم عندي من هنا. بعد كده هلاقي عندي الفونت، فونت فاميلي،
الفونت ستايل اللي هو البولدر والايتاليك والاندرلاين. الاقي عندي هنا الجزء بتاع الفونت سايز، الاندرلاين طبعا نوع الخط سنجل ولا دبل على حسب ما انا ايه اوريدي عايز، الكلر لون الكتابه بتاعتي تمام كده، البوردر لو انا عايز ابدا احط بوردر للخليه اللي انا واقف عليها، ببدا احدد شكل البوردر بتاعي، ابدا اقول له انا عايز مثلا بوردر من الجوانب دي كده بس، او ممكن اقول له مثلا عايز بوردر بالشكل ده، مجرد ان انا اقول له اوكي بس. طبعا عشان اعمل هنا ده البوردر بتاعي اتعمل بعلامه اكس زي ما انا ايه زي ما انا مختاره بالظبط، وهو فيه الداتا التاريخ قصدي الديت التاريخ اللي انا ايه اللي انا لسه كاتبه تمام كده. هلاقي عندي الجزء بتاع الفال ده لو انا عايز ابدا اغير اللون بتاع الخليه نفسها بالشكل اللي احنا ايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده تمام كده. طب ده انا بعد ما عملت ده كله في الخليه بتاعتي، في عندي حاجه بقى هنا في البرنامج اسمها كلير. ايه كلير دي او ابدا استخدم كلير دي في ايه؟ شايفين كلمه كلير دي، مجرد ان انا ادوس عليها دي كده هيبدا يظهر لي يقول لي كلير اول ولا كلير فورماتس ولا كلير كونتنت ولا كلير كومنت ولا كلير هايبر لينك. كلير اول لو انا دوست على كلير اول هيبدا يمسح لي يرجع الخليه بتاعتي بيضة بالشكل بتاعها الطبيعي، يشيل الفورمات وهيشيل المحتوى اللي فيها وهيشيل منها كل ايه كل حاجه تمام كده. حتى بصوا كده رجع هنا الوضع بتاعي للجنرال، كمان شال موضوع الديت والتايم اللي انا كنت حاطه تمام تمام. طب بالنسبه لكلير فورمات هيشيل الفورمات وهيخلي ايه وهيخلي الخليه بتاعتي زي ما هي بالشكل بتاعها الطبيعي. طب كلير كونتنت هيبدا يشيل المحتوى وهيسيب الفورمات اوريدي ايه زي ما هو تمام كده. طب كلير كومنت لو انا عامل كومنت على الخليه بتاعتي هيبدا يشيل الكومنت. كلير هايبر لينك لو انا عامل الخليه بتاعتي هايبر لينك هيبدا ايه هيبدا اوريدي يمسح الهايبر لينك اللي انا ايه اللي انا حاطه على الخليه تمام كده. طيب هلاقي عندي بعد كده الجزء بتاع السورت او الترتيب. في حد لما كنا حاطين الارقام مع بعض قال لي ازاي ابدا ارتبهم، يعني انا عندي مجموعه ارقام كده مثلا عندي مجموعه ارقام بالشكل ده، انا عايز ارتب مجموعه الارقام دي بصي اقول لك على حاجه، ممكن تسيبي رقمك مع سيد وانا هكلمك بعد ما اخلص الكورس. وانا جاي سيبيه ريسبشن وجاي سيبيه هنا تمام. انا دلوقتي عندي مجموعه ارقام عايز ابدا اعمل لهم سورت او ابدا ارتبهم تمام كده. عندي حالتين، الحاله الاولانيه ان انا يبقى عندي مجموعه الارقام بس وانا عايز ارتبهم بالشكل ده كده، وابدا ارتبهم ساعتها بطريقه سهله يا اما من الاي تو زد يا اما من زد تو اي زي ما انا عايز. زي اي تو زد يعني من الصغير للكبير، زد تو اي يعني من الكبير للصغير. انا عايز ارتبهم مثلا من الاي تو زد بالشكل ده، بداوا يترتبوا عندي زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. طب دي الحاله الاولانيه لما يبقى الارقام بتاعتي محطوطه جنب بعض بالشكل ده تمام. طب لو انا عندي بقى ارقام وجنبيها اسامي، عندنا اسامي مين تاني؟ انا حاطط ما حطيتش احمد، حط احمد حط حطيت مصطفى، حط مين تاني؟ عبد الرحمن اسم انا يا عم تمام. عندي ارقام وجنبها اسامي بالشكل اللي احنا ايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده تمام. انا عايز ابدا ارتبهم او عايز ابدا ارتب، انا عايز ارتب الارقام بس مش عايز ارتب الاسامي، عايز ارتب الارقام. بصوا كده لو جيت قلت له عايز ابدا ارتبهم من الاي تو زد هيبدا يسالني دلوقتي، هيقول لي اكسباند ذا سيلكشن ولا كونتينيو ويز ذا كرنت سيلكشن. معناها ايه الكلام ده؟ ها؟ معنى اول حاجه اكسباند سيلكشن دي معناها ايه؟ معناها ان انا هبدا ارتب العمود اللي انا واقف فيه تمام كده؟ وهرتب العمود اللي جنبه او الاسامي اللي موجوده جنبه معاه. يعني ايه؟ يعني انا اول واحد مثلا برتبهم من اي تو زد، يعني اول واحد رقم اثنين ده هيبقى احمد، يعني احمد كده هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي
فوق الشكل ده. مرة من نفس نجيب بقى تعال لا انا مش هسيبه بتاعه مش قايع. تمام عندي هنا اكسبانس سيليكشن وكونتينيو وذ ذا كارنت سيليكشن. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اكسبانس سيليكشن قلنا ايه؟ قلنا هيبدا يرتب الكلام او التكست اللي موجود جنب الارقام معاه. يعني انا رقم 2 احمد ده هيفضل احمد هيفضل هو رقم 2 تمام كده. بس احمد هيطلع ايه؟ هيطلع فوق هيترتب معاه زي ما هنشوف كده دلوقتي. بصوا كده احمد رقم 2 بقى عندي 1 وكريم كان رقم 4 بقى عندي رقم ايه؟ بقى عندي رقم 2. انت شايف؟ شايف. تمام ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه للاكسبانس سيليكشن. تمام طب لو كنت انا اخترت الخيار الثاني وكنت قلت له كونتينيو وذ ذا كارنت سيليكشن ترتيب الاسامي ده هيفضل زي ما هو الارقام بس هي اللي هتتغير. تمام كده لازم اخد بالي من النقطه دي عشان ممكن تبدا تبوظ عندي الترتيب او تبدا تبوظ عندي القيم اللي انا ايه شغال عليها او القيم اللي انا برتبها. تمام كده تمام. طب عندي في حاجه ثانيه عندي في حاجه هنا اسمها الفلتر. ايه هو الفلتر ده؟ انا جيت عندي هنا مثلا عندي هنا الاسم وعندي هنا في عندي هنا الاسم وعندي هنا الرقم وفي ايه؟ في زرار معين بدوس عليه في اللاب ده بيقفل البرنامج مش عارف ايه هو. عندي هنا كلمة الاسم وعندي هنا كلمة الرقم. عندي هنا كلمة الرقم. أنا جيت كتبت هنا مجموعة أسامي. بصوا كده في حاجة تانية برضو بيعملها معايا برنامج الإكسل. أنا لو جمعت لو عملت سيلكت على مجموعة أسامي أو مجموعة تاكس مع بعض وجيت عملت كده هيبدأ يكررهم بنفس الإيه؟ هيبدأ يكررهم بنفس الترتيب زي ما إحنا شايفين كده. عملت مجموعة أسامي وجيت هنا كده عملت كده بدأ قرارهم عندي منين؟ بنفس الترتيب. هاجي هنا أروح كاتب لكل واحد فيهم بالشكل ده كده. عندي الجدول عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لو انا جيت عملت سيلكت على الاثنين دول واخترت الخيار بتاع فلتر ده تمام كده الخيار بتاع فلتر ده عمل عندي ايه؟ لو نلاحظ كده شايفين السهم اللي ظهر عندي ده هو ده الفلتر بتاعي. بصوا لو انا عايز مثلا كل
اسم من الاسامي دي ايا كان الاسامي دي، كل اسم من الاسامي ده ليه اي دي مثلا، او كل موظف في الشركه عندي ليه اي دي، ليه رقم. انا جيت هنا عايز مثلا الموظف اللي الاي دي بتاعه 12، فهاجي هنا كده اقول له اه انا عايز رقم 12، تمام، واقول له اوكي. بص انا شلت، كانت معموله سيلكت اول الاول، انا دوست على سيلكت اول، شلت السيلكت من عليهم كلهم، بعد كده دوست على 12 هنا ودوست اوكي، ظهر عندي ايه؟ جاب لي كل اللي رقمهم 12، محمد ده رقم 12 واحمد ده رقم 12، تمام. طب دي طريقه اهو، عايز ارجعهم تاني، رجعتهم تاني، هاجي هنا اه انا عايز كل اللي اسمهم محمد مثلا عندي في الشركه، تمام كده، واقول له اوكي. ظهر لي ايه؟ ظهر لي هنا كل اللي اسمهم ايه؟ كل اللي اسمهم محمد. ده الفلتر ده بيساعدني في عمليات ايه؟ في عمليات البحث، لو انا ببحث عن حاجه معينه في جدول ببدا ايه؟ ببدا استخدم الفلتر اللي موجود عندي هنا. طب لو انا متاكد بقى من معلومات الشخص اللي انا ببحث عنه، يعني الفلتر ده بيضيق لي عمليه البحث، لو انا متاكد ببحث عن قيمه معينه وانا متاكد منها، ببدا استخدم الفايند اند سيلكت، بقول له فايند واقول له اه انا بدور على محمد، اقول له فاهم. بص قال لي ايه؟ قال لي محمد ده متكرر عندي ايه؟ متكرر عندي مرتين، ثلاث مرات سوري، اه المره الاولانيه اهي، المره الثانيه اهي. بص انا اقوم بدوس عليها بيجيب لي محمد، هدوس على الاولانيه هيجيب لي محمد الاولاني، هدوس على الثانيه بيجيب لي محمد الثاني، تمام كده؟ زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ده كده ايه؟ ده كده الجزء بتاع التابه الاولانيه بتاعت هوم بالنسبه لك. في عن؟ اتفضل. اعمل ترتيب بالحروف الابجديه اهي، الاسامي بالنسبه لي اهو، انا الاسامي بالنسبه لي هبدا ارتبها. اقول له اكسبانس سيلكشن، احمد احمد احمد، علي علي علي، محمد محمد محمد. بدأ ارتبهم لي بالشكل ده. وصلت؟ يعني انا السورت ده انا مش بعمل سورت الارقام بس، انا ممكن اعمل سورت الارقام او سورت الحروف الابجديه، او لو انجلش حتى هيبدا يرتبهم لي برضه. تمام كده؟ لو شهور هيبدا يرتبهم لي، لو تواريخ هيبدا يرتبهم لي، لو ساعات هيبدا يرتبهم لي. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه لي ايه؟ ده بالنسبه لي الجزء بتاع السورت والفلتر والسيرش. هلاقي في عندي حاجة تاني في انسرت، عندي حاجة غريبة أوي موجودة عندي هنا، انسرت تيبل. إيه ده؟ وأنا ينفع أعمل انسرت التيبل في الإكسل؟ أه بعمل انسرت التيبل. طب بعمل انسرت التيبل إزاي؟ بصوا كده، مجرد إن أنا أعمل انسرت التيبل هتبدأ تقول لي حدد الجزء اللي أنت عايزه يبقى جدول عندك في الإكسل. إيه الجزء اللي أنت عايزه يبقى جدول؟ هقول له الجزء ده كده وأبدأ أقول له إيه؟ وأبدأ أقول له إنتر. تمام؟ بدا اوريدي لوحده اوتوماتيك عمل لي فلتر على الجزئيه اللي انا عملتها دي، عمل لي فيها فلتر، دي حاجه. تاني حاجه عمل لي الستايل بتاع الجدول بتاعي، ها. تالت حاجه عمل لي البوردرز بتاعتي والالوان وكل حاجه. طبعا انا عندي هنا ستايلز كتيره للتيبل، ممكن ابدا اختار منها اي شكل اوريدي انا محتاجه او حابب ان انا ايه اتعامل بيه، وممكن ها ابدا اقول له ايه انا عايز الجدول بتاعي فاضي. ايه؟ اه طبعا دي اول واحدة اهي بالنسبة لي. هو هختاري بس عشان يعلمني الجدول بتاعي، بدون الجدول بتاعي ما بغيرها عادي. تمام كده؟ تمام. في حاجة بقى ايه؟ في حاجة موجودة عندي هو بيبدأ برضه يعملها لي. هنبدأ نشوفها مع بعض دلوقتي. لو انا جيت عملت هعمل انسيرت التيبل تاني. هقول له انت. بصوا كده انا واقف هنا. دي ده العمود رقم كام؟ الصف رقم كام؟ 67. تمام كده؟ فوقيه على طول ده الصف رقم واحد ظاهر. وانا عند الصف رقم 67 الصف رقم واحد ظاهر. تقول لما انا بطلع الصف رقم واحد ثابت بالنسبه لي يعني. لكن بص اول مره اول ما اطلع بره الجدول الصف رقم واحد هيختفي. يظهر يختفي. اول ما ببقى في الجدول الصف رقم واحد بيبدا يظهر عندي. اول ما ابدا انزل الصف رقم واحد بالنسبه لي بيبدا ايه؟ بيبدا يختفي. طب الحق طب الموضوع ده هو بيعمله ازاي يعني؟ هنبدا نعرفه في الاخر. دي حاجه اسمها ايه؟ دي حاجه اسمها الفريز، هو بيبدا برضه ايه؟ يبدا يعملها لي من الخصائص بتاعه التيبل اللي هو اللي انا ببدا اعمله من التاب بتاعه انسيرت. تمام كده؟ طب
تعمل ده. انا مثلا عايز اكمل بقيه الجدول، لو عايز ازود الجدول بتاعي ده اهو، باجي هنا وانا عايز ازود التيبل بتاعي تمام كده. ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه للجزء بتاع التيبل. طبعا عندي هنا في الانستليشن عندي انسرت كاتشر، انسرت اونلاين بكاتشر، الشيبس والسمارت ارت، الحاجات دي زي اللي قلناها في الوورد بالظبط، ما فيش ما بينهم اوريدي، مش هتلاقي ما بينهم اوريدي اي اختلاف. هلاقي عندي هنا تاني عندي ايه؟ عندي بقى الجزء بتاع الشارتس. هنسيب الجزء بتاع الشارتس دلوقتي ونرجع ناخد ايه معادلتين خفاف كده وهننهي النهارده، عشان انا عشان الناس ما تسقطش مني اكتر من كده. بص، في معادله عندي اسمها الافرج. حد عارف معنى كلمه افرج ايه؟ متوسط. متوسط معادله ببدا اجيب بيها المتوسط بتاع مجموعه ارقام. المتوسط ده اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع القيم على العدد بتاعها، العدد بتاعها بيستخدموها بتوع الاحصاء. فاهم كده؟ عندي هنا رقم مجموعه ارقام بالشكل ده، انا عايز اجيب متوسط الارقام دي. تمام كده؟ بدل ما اقعد اجمعهم على بعض وابدا اقسمهم على العدد بتاعهم، لا انا مجرد ان انا ابدا اكتب ايكوال واقول له افريج، افريج بالشكل ده. تمام كده؟ وابدا اعلم على مجموعه الارقام اللي عندي واقفل القوس وادوس انتر، هيظهر عندي الايه؟ المتوسط الحسابي بتاعه. اهو زي صم بالظبط، بس انا كتبت افريج. ابدا اعلم عليهم المعادله بتاعتي فيها حروف. لا، المعادله بتاعتي انا كاتبها غلط. ظهرت عندي ايه؟ ظهرت عندي بالشكل ده. انا لو انا مش حافظ المعادله بتاعتي، انا مجرد ان انا اكتب اول جزئيه منها، بصوا كده، مجرد ان انا ابدا اكتب له ايكوال وابدا اقول له افريج بالشكل ده، انا كتبت اي في بس اهو، افريج موجود عندي، مجرد ادوس عليها رايت كليك خلاص جبت الايه؟ جبت المتوسط بتاعي. تمام كده؟ تمام. في عندي حاجه ثانيه، حاجه عداله ثانيه اسمها الكاونت، داله العداد. بصوا كده، لو انا جيت كتبت ايكوال وكتبت كاونت وعلمت على الارقام اللي موجوده عندي دي وقفلت القوس وقلت له انتر، قال لي اللي عندك دول 8 8 ارقام. بصوا انا كده عملت حاجه عشان تاخدوا بالكم منها، بس انا نقلت الخليه، نقلت الثمانيه دي من هنا حطيتها هنا. نقلتها ازاي؟ شايفين؟ بصوا كده شكل الماوس عامل ازاي؟ بعمل زي علامه الصليب كده، بص عليها ها، وهو عامل زي علامه الصليب كده، بص حركته يمين وانا دايس، مش دوس مره واحده، لا انا دوست وحركها زي ما انا عايز، ادوس وافضل دايس كده واحركها زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز بالشكل ده. طيب نفس الفكره. طب تعالوا كده، احنا عرفنا ازاي ممكن تعد الارقام صح؟ طب ممكن تعد حروف برضو بالنسبه لي اهو، نجرب مع بعض. واقفل القوس واقول له انتر، طلع لي زيرو. طب ليه طلع لي زيرو؟ كاونت دي تبدا تعد لي الخلايا اللي فيها اوريدي ارقام فقط. تمام؟ طب لو انا عايزها تعد لي الخلايا اللي فيها ارقام والخلايا اللي فيها حروف برضو، لو في خلايا فيها حرف تبدا تعده لي، هبدا اعمل ايه؟ هبدا ازود بعد كلمه، بعد حرف التي ده هزود حرف الاي اللي هو اختصار كلمه تكست. ابدا اعمل كاونت للتكست بتاعي، ابدا اقول له انتر، ظهر لي هنا ايه؟ ظهر لي هنا 8 في الشكل اللي احنا ايه؟ شايفينه ده كده. تمام كده؟ في انتوا في بتحاولوا على ايه؟ في ايه؟ بس في احنا بنعد الاسماء فبيظهر زيرو مع انها 3. ما هو التكست لو كنت ركزت معايا الحته اللي انا قلتها دي، ها؟ التكست عشان يبدا يعد الاسماء، تمام كده؟ لازم ابدا احط بعد الكاونت دي ابدا احط حرف الاي. حطي حرف الاي ودوسي انتر، هتلاقي ايه؟ هتلاقي عدهم معاكي واشتغل. تمام كده؟ في داله ثانيه، دالتين بسيطين كده مهمين عندي، حاجه اسمها ماكسيمم ومينيمم. داله الماكسيمم وداله المينيمم. داله الماكسيمم اللي هي بتبدا تديني اعلى قيمه
داله المينيمم بتبدا تديني اقل قيمه بالشكل ده. داله بسيطه جدا، ابدا مجرد ان انا اكتب ماكس بالشكل ده كده. ماكسيمم بالشكل ده كده جاب لي اكبر قيمه اللي هي 99. لو انا خليت واحده 100 انا جيت هنا كده وخليت دي 100 مثلا هتبقى اكبر قيمه موجوده ايه 100. نفس القصه بالظبط عندي في داله اسمها مينيمم، تمام. الداله بتاعت مينيمم دي افتح القوس ومجرد ان انا اعمل عليهم سلكت برده نفس القصه، واقفل القوس واقول له انتر، ظهر عندي نفس الايه، ظهر عندي نفس الفكره بالظبط، تمام كده. ظهر عندي اللي هي ايه، اللي هي اقل قيمه موجوده عندي، تمام. ده بالنسبه ايه، ده بالنسبه دي الدوائر اللي احنا ايه، اللي احنا قعدنا اتكلمنا فيها النهارده. هنوقف النهارده كده، تمام. و